الناس مصدقة لكن القرآن مشرقة. قال الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بني إسرائيل ربي قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كا كتاب الله وحنايا القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نباتا هذه الأرض يكل قهوة نباتا نعناع تيزانة كوكايين شرادة ماريخوانا زطلة لافيو حالة طيبة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا متاعا لكم ولأنعامكم كلوا وارعوا أنعامكم. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهيج يسقى بماء واحد. باتشوكي النعناع كزطلة كشرادة كالكوكايين يسقى بماء واحد حلالا طيبا. والكوكايين حلال وشنو؟ ولا تسفكوا دماءكم تشكك حرام. أما تبارك الله أحسن الخالقين حرام. الخمر مش الخمر لحرام. قال الله ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دوك إثمهما حرام. إثمهما ليشرب ويكسر ويضرب ويقرش ويقطاج هذا هو إثم كبير حرام. أما يشرب يروح يلعب ولا يروح يشطح ولا يروح يرقد. وكلوا واشربوا من رزق الله البر الرجل ويسكي ريكار شامبان باستيز كونياك ودكا في الدنيا والآخرة. في آية أخرى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. امين اكيد يا رب ان شاء الله انتم خلاص انني هذا يا ربي باذن الله انتم مش حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وهي حرام. وهنا جات ولحم الخنزير. لحم الخنزير حرام ما الا قلبه الكبده